السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم يوسف في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة بنشوف إزاي بنعمل قرنبيط مقلي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطعمه لذيذ جدا جدا. أنا عندي هنا القرنبيط بنسلقه، احنا عارفين بنسلقه في مية مغلية فيها شوية من الملح. السلق بيكون وسط، لا هو بنسيبه يسيح في المية أو يبقى طري قوي ولا يبقى جامد. بعد ما بنسلقه بنطلعه، بنجهز الخلطة اللي بنعملها فيه أو العجة اللي بنقليها بيه. عبارة عن، أنا عندي هنا 4 بيضات، كوباية من الدقيق، وملح، فلفل أسود، كمون، توم بودر، بصل بودر، وممكن بتحط أي توابل أنت بتحبيها بتحطيها في الخلطة دي. وطبعا الخضرة عندنا بقدونس وشبت وكزبرة. انا دايما بعمل خلطه القرنبيط في شفشق الخلاط، طبعا ما عدا الخضره ما بحطهاش في الخلاط. دلوقتي بنزل ب4 بيضات. طبعا البيض برضو حسب رغبتك، لو عايزه زودي بيض براحتك، وكوبايه الدقيق. وبعد كده بنحط التوابل بتاعتنا وشويه من الميه، نص كوبايه ميه علشان تمشي الخليط ده. بنحط المية وبعد كده بنضرب الخليط ده في الخلاط. بعد كده بنضيف ليه الخضرة بعد ما بنغسلها ونقطعها. ده شكل الخليط بعد ما ضربناه. بنبتدي ننزل بالخضرة اللي احنا قطعناها على الخليط ده، وبنكون حاطين الزيت على البوتاجاز عشان يسخن كويس. طريقة سهلة وبسيطة وعادية جدا، دي طريقة والدتي وجدتي، متعودين عليها من زمان. الزيت لازم يكون سخن جدا. بننزل بقطع القرنبيط بنحطها او بنغمسها في الخليط بتاعنا، وبنبتدي نقلي القرنبيط في الزيت. الخضرة برضو يا جماعة، في ناس بتحط الخضرة في شفشق الخلاط يبقى اللون، العجة دي لونها أخضر خالص، أنا متعودة عليها بالشكل ده بصراحة. بس مشكلة ان الجيل بتاع الايام دي مش عارفة ليه ما بيحبش القرنبيط بصراحة. عندي ولادي كلهم ما بيحبوش القرنبيط. فبالتالي لما باجي اعمل قرنبيط لازم اعمل لهم اكل جنب القرنبيط علشان ياكلوا. زي ما احنا شايفين بنقليه، طبعا لما بيتحمر من ناحية بنقلبه الناحية التانية، بنستمر في كده لغاية ما نخلص الكمية كلها اللي عندنا. وصفة سهلة وبسيطة جدا، يا رب تنال اعجابكم، وما تنسوش اللايك والكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.